السلام عليكم ورحمة الله. أهلا إخوان، تبارك الله عليكم. واحد السؤال عن واحد الصديق حول كابلات الشبكة أو كابل ريزو، بخصوص كابل ريزو من نوع الاف تي بي. اف تي بي هذا الكابل هذا كيكون يعني الحجم ديالو، يعني الحجم ديالو كبير، على خلاف كابلات الاو تي بي كيكون الحجم ديالو متوسط معتدل، وبالتالي يسهل تركيب الفيش ار جي 45 العادية، على خلاف هاد الكابل او تي بي. او تي بي كاين مشكلة مع هاد الفيتشات ار جي 45. هاد الكابلات الاف تي بي عندهم ار جي 45 خاص ديالهم، ماشي بحال المعتاد اللي كنركبوها مع لي كابل او تي بي. ولكن انا كنصح دائما هاد الكابل هذا دائما التيرمينال كيكون اما في البانو براساج او لا في البريز بريز انفورماتيك، ما كنديرولو شي الار جي 45 الار جي 45. ولكن اذا كنت مضطر انك تعمل الار جي 45 انا نوريك الطريقه. فكما كتلاحظوا هنايا، عندي هنايا كابلين، كابل اف تي بي والكابل او تي بي اللي كنستخدموه غالبا. كنستخدموا الكابل او تي بي، كنستخدموا الكابل اف تي بي هذه في المسافات الطويله، وملي كيكون عندنا واحد الدي بي واحد الدي بي كبير ما خصناش كنضيع عندنا الدي بي، كنستعملوا هاد لي كابل هادو ديال اف تي بي. وكيف ما كتلاحظوا هنايا الحجم ديالو كبير، الحجم ديالو كبير على الاو تي بي، وبالتالي الفيش اللي كنخدموها مع هاد الكابل او تي بي، ها الكابل او تي بي كيكون سهل الدخول ديالو، يدخل بكل سهوله. ولكن مع الكابل اف تي بي هاد لي كابل ما كيدخلوش هنايا حيت الحجم ديالو صغير. الفيتشات ديالو اللي كيخدموا مع الكابل اف تي بي كيكونوا على هذا الشكل، هذا كيكونوا واسعين من داخل، والكابلات مرتبين اربعه الفوق واربعه من تحت، ولكن كيخدموا مع واحد بياسه اخرى. هذا كيخدموا على جوج ديال البياسات، البيسه الثانيه هي هذه، البيسه الاولى هي هذه، والبيسه الثانيه هي هذه، بحيث خصنا نرتبوا لي كابل في هاد القطعه ديال البلاستيك، نرتبوهم بالترتيب عاد ندخلوهم في الار جي. الار جي هذه الا ما حيدنا لها هاد القطعه المعدنيه كيكون الحجم ديالها اختصار. انا غادي نحيد وحده، نحيد هذه، هذه مضروبه غادي نحيدها، تشوفوا الحجم ديالها الحقيقي. انا قمت بازاله هذاك الغطاء المعدني، هذا الغطاء هذا، والحجم ديالها كما كتلاحظوا ها هو، كيكونوا اربع كابلات من تحت واربع كابلات من فوق مقارنه مع الار جي العاديه. هذا الار جي هذه القلالين ما كاينينش موجودين، يعني بكثره قلالين بزاف، وفي بعض الاعيان حتى البائع ما كيكونش عنده فكره على هذا الار جي هذه. اذا دابا غادي نرتبوا، نشوفوا الطريقه نرتبوا هاد لي كابل هادو، نرتبوهم وندخلوهم في هاد القطعه البلاستيك. نشوفوا الطريقه كيفاش ندخلوهم هنايا. نقوم بادخال هاد الكابليات حسب الترتيب في هذه القطعه البلاستيكيه، الالوان دائما تكون من جهه والكابلات الاخرى تكون من الجهه الثانيه على هذا الشكل. والان اقوم بقص هذه الكابلات حسب هذا الفيش، مثلا هكذا سنقصه من هنا مثل هكذا. لاحظوا الترتيب كيف يكون، اربع كابلات من فوق واربع كابلات تكون من تحت، ثم نقوم بادخالها في الار جي. والان نقوم بادخالها ار جي 45. Come on.
نقوم بالضغط قليلا لكي يأخذ كل كابل مكانه. نتفحص الكابلات كلها تمام ونضغط عليها بالباس. وإذا نضغط هنا بالباس وهكذا الأمور تمام. لكني لا أنصح بهذه الطريقة، من الأفضل أن نضع بريز انفورماتيك، من الأفضل والأحسن. وعيبه هو عند تركيبه مباشرة مع جهاز صغير، مثلا نقول مثلا مثل هذا جهاز هاتف اي بي جراند ستريم مثلا، انا قمت بعمل الصيانه لهذه الكابلات، لا يمكن التحكم بوضعيه الجهاز لان الكابل حجمه كبير، هو الذي يتحكم في الجهاز في مكان الجهاز. هذا كل ما في الامر. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله.